السلام عليكم ورحمه الله متتبعينا الكرام متتبعي صفحه اثير في مستقبل العلم. كما راكم تشوفوا المحل راهو خاوي فرغان مره رانا نوجد لكم في السلعه بربي ان شاء الله. راح نركز لكم اليوم مادام وجدنا لكم الطابله نركز لكم على الطابله بينما توجد لنا السلعه وكل مره ندير لكم فيديو. الطابله هذه راي من اختصاص وصناعه ورشه اثير في مستقبل العلم. الطابله هذه اللي حبينا ندير لكم فيديو كيما نقولوها خاص بها، يعني فيديو هذا سبيسيال غير على الطابله. الطابله هذه نقول لكم اول حاجه ما كانش اختها هنا في الجزائر وما كانش اللي يخدم اختها، ممكن راك تلقاو تشبه لها بصح اختها ما كانش، من مستحيل السبع تلقى. لخاطر اثاث مستقبل العلم كما قلنا لكم عندما تصنع تبدع، عندما تبدع تتقن. كما راكم تشوفوا الطابله هذه راهي مخدومه سبيسيال كما راكم تشوفوا فيها، خدمه حره خدمه لوكس. انتم مديرين الثقه في اثاث مستقبل العلم وحنا لازم نكونوا اهل الثقه، يعني نخدم لكم غير خدمه الحره وتشرف وترفع الراس وتحمر الوجه. كما راكم تشوفوا الطابله هذه مديور طابله على المستوى الوطني في الجزائر. هذه لا رانا نهضر هنا لخاطر شفت ودرت مي لقيت حتى الطابلات شبال تاعنا. هذه خدمناها احنا سبيسيال، واحد مخدمها يعني واحد مخدمها بالشكل هذا ولا بالخدمه هذه. اول حاجه هنا نخدموها فيها احنا بالكاتورز، يعني هذه خشينه ماشي كيما نقولوها ماشي نخال. هذه راهي كيما نقولوها اش دي اف، ماشي بالنخاله كيما نقولها، مخدومه ستيل ماربري ما فيهاش النخاله اصلا. هنا كيما راكم تشوفوا التغليف تاعها سبيسيال مخدومه بالحطب ماهيش مخدومه بالبلاستيك ولا بالنيلو. الا هنا لي جو ما تلقاش الجو هنا لخاطر كاينين الاخرين تلقى يوقف لك باكيطات هكذا ويدير لك لوندوي هنا ويدير له كيما نقولها يفينيو، ومع الوقت يطرطق اللوندوي هذا كيطرطق يولي لك الجو هنا. احنا ما تلقاش عندنا هذه. شوف احنا راه فينيسيون، شوف راك تشوف لا فينيسيون تاع في مستقبل العلم. نروحوا لكم للرجل، الرجل نركبوا لكم حاجه سبيسيال، حاجه كيما نقولوها سوليد وصحيحه صح. نعطي لكم هنا هاي شوفوا الرجل اللي نركبوا لكم فيها. شوف اسي الحديد تاعها خشين هي ثقيله، هذه الرجل تاعها ثقيله سبيسيال. شوف الرجل اللي نركبوها احنا ماشي رجل تاع بلاستيك وماشي رجل خرده تاع 4000 فرانك. هذه رجل واحد راه يدير 50000 كما راكم تشوفوا فيها. هذه الرجل اللي راه مركبينها للطابله تاعنا كما راكم تشوفوا. عندنا دو موديل، عندنا في الماربري في العروق نوار وعندنا في الماربري في العروق الجري كما راكم تشوفوا. وعندها دو تيروار اونغليسير، لي تيروار تاعها دو تيروار اونغليسير كما راكم تشوفوا فيها. قلت لكم ميلامين والنخالة ما نستعملوهاش اصلا. شوفوا الاكسسوار اللي ركبوا لها ثاني، حاجه لوكس حاجه مليحه حاجه تشرف حاجه كما نقولوا تستاهل وتعمر كما نقولوها تعمر العين وتحمر الوجه صح. هذه الطابله تاع اثاث مستقبل العلم نقول لكم ما كانش فيه هنا في الجزائر. هذه السعر تاعها راح يكون 2,500,000، نتحداك تلقى الطابلة كيمياء هذي بزوج ملايين وخمسمية. نعطيكم الطول تاعها، الطول 1.20 هكذا 1.20 والعرض 70 سنتيمتر، العرض تاعها 70 سنتيمتر، ارتفاع تاعها 45 سنتيمتر. هذا هو كيما نقولوها ديامتر تاع الطابلة تاعنا. السعر 2,500,000، نتحداكم تلقاو ختها ولا تلقاو كيفها بالسعر هذا وبالخدمة هذي وبالاتقان هذه. يعني نقول لكم الطابله تاعنا مخدومه بالكاتورز ماهيش بالدوز ومخدومه ما فيهاش النخاله اصلا. هذه خدمه اثاث مستقبل العلم، ثم عليكم غير الثقه وحنا ما علينا غير الاتقان والدقه في العمل. عندنا كونتيتي من هذو لي شونتيون برك كما نقولوا هذو لا كوموند هذه تاع جماعه نسربيوها، وهذو حطينا لكم شونتيون هاي تاع لاتولي تاعنا بربي ان شاء الله ما تخصكمش افي. اللي يبغي الطابله ما عليه غير يتقدم لاثاث مستقبل العلم ولا يتصل بنا عبر ارقام الهاتف. والسلام عليكم ورحمة الله.